الشيخ حمد الجاسر من أبرز العلماء الباحثين في المملكة والعالم العربي، وعضو سابق في أكاديميات بغداد ودمشق والقاهرة، كما كان قوة دافعة وراء النهضة التعليمية الحديثة في المملكة. عمل في قطاع التعليم والقضاء والصحافة والنشر، وأنشأ اليمامة أول صحيفة في الرياض، ومن ثم تبعتها جريدة الرياض، وأخيرا مجلة العرب، وهي فصلية متخصصة في تاريخ وأدب شبه الجزيرة العربية. أنشأ حمد الجاسر أول دار للطباعة في نجد، ومن ثم أنشأ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. حمد الجاسر اسم يقف رائدا على كل مجالات التقدم التاريخي والحضاري بالمملكة، لما قدمه من إنتاج فكري في مجالات البحث والتحقيق وأحياء التراث.